سمعت عن حاجة اسمها اللي جاي أخضر؟ بص، واضح إن مسألة اللون الأخضر دي سوف تكون لوناً غالباً على مجريات حياتنا خلال سنين طويلة قادمة. ليه؟ إحنا أكيد اتكلمنا كذا مرة على موضوع الاقتصاد الأخضر، اتكلمنا على أتحضر للأخضر إلخ إلخ. أنا لاحظت إنه أصبح في توجه لطيف جداً وعجبني بصراحة لمسألة زراعة الأسطح. طيب، يعني إيه زراعة الأسطح؟ يعني نزرع خضروات وحاجات على سطح العمارة من فوق، وليها فوائد كتير جدا، مش بس أن حضرتك هتقدر تحصل على بعض الخضروات الطازجة تضيفها إلى طبق السلطة المهم المتين بتاع سيادتك، هي جزء منها كمان أنها هيقلل حجم امتصاص السطح ده للشمس ومش عارف إيه وكلام من ده، وبالتالي هيقلل عليك كتير جدا مسألة الحر وبتاع حتى وانت بتشطب فصل الصيف. بس لو ده بقى عادة عندك فهتبقى عادة محببة جدا ومهمة واقتصادية وليها الكثير من الفوائد، زي منها أنك انت بتقلل التلوث إلخ إلخ. طيب، في عندنا عنوان اسمه اللي جاي أخضر. طيب، اللي جاي أخضر نروح بيه على جامعة المنصورة. بيعملوا إيه في جامعة المنصورة؟ أطلقوا مبادرة لتدريب السيدات على زراعة السطح والبلكونة في القرى، في مراكز، في إلخ إلخ إلخ. طيب، بس تحديداً هم يمكن مقربين قوي من القرى بتاعت حياة كريمة. خلينا ناخد معانا على التليفون لمزيد من الفهم ولمزيد من الاطلاع دكتور إيمان أبو الفضل، مدير مكتب القوافل التنموية ومنسق مبادرة حياة كريمة في جامعة المنصورة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحياتك يا أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. اللي جاي أخضر، احكي لنا الحدوتة من البداية وبإذن الله ما يجعلهاش أي نهاية، تفضل مستمرة معانا كده إن شاء الله. يكون اللي جاي كله أخضر. اللي جاي أخضر هي مبادرة خاصة بي اللي هو توعية وتدريب السيدات بقرى المبادرة الرئيسية حياة كريمة، طبعا على زراعة الأسطح والبلكونات وإعادة تدوير المخلفات المنزلية باستخدامها برضو في زراعة الأسطح. يعني كمان المخلفات المنزلية اللي هي مهملة والسيدات بتربيها دي هنعيد تدويرها ونستخدمها كمان في زراعة الأسطح. أي مخلفات ولا مخلفات عضوية بس؟ لا يا فندم، اللي هي الأزايز والكوبايات، الجرادل، البانيو القديم، كل الحاجات دي. انا قلت مثلا هيبقى بواقي الاكل هنعمل لها شكل من اشكال التدوير نحولها لاسمده. حاجات تانية برضو معانا كمان. طيب احكي لي، كملي يا فندم. هي المبادره تعتبر واحده من المبادرات الذكاء الخضراء اللي اطلقتها جامعه المنصوره الفتره اللي فاتت دي، تزامنا طبعا مع استضافه مصر للكوب 27 اللي هو المؤتمر باطراف اتفاقيه الامم المتحده الاداريه لتغيير المناخ. وطبعا زي ما حضرتك عارف جامعه المنصوره كاحد الجامعات المصريه مش دورها بس فقط دور بحثي في تقديم افكار وابحاث لخدمه العلم، احنا طبعا كمان لازم نوجه الابحاث دي لخدمه المجتمع. يعني ده جزء اصيل من هدفنا، وعليه كان يعني واجب علينا ان احنا نبتدي نخدم المجتمع بشكل اكبر عن طريق مبادره حياه كريمه. عندنا مبادره حياه كريمه، عندنا فريق قوافل التنمويه لتطوير الريف المصري شغال. بدانا في ملف اللي هو التوعية المناخية أو التوعية البيئية من سنة بالظبط. بدأنا أول جزء خاص بالتوعية عن مخاطر حلق قش الرز وتشييد استهلاك المياه، التخلص الآمن من حيوانات النفقة. اشتغلنا على الملف بتاع إدارة المخلفات المنزلية وإزاي التخلص الآمن من أي مخلفات عضوية موجودة في القرى دي. وإحنا بنشتغل ابتدى بناخد يعني فيدباك من الناس وبنعرف حاجات جديدة، بدأنا نطور أفكارنا أكتر. ومن هنا ابتدينا نطلع بفكره ان احنا الفتره الجايه هنشتغل اكتر على حاجتين. اشتغلنا الفتره اللي فاتت على موضوع اللي هو التشجير واللي هو زراعه الاسوار، اشتغلنا على اللي هي التنسيق الحضري للمباني في القرى ان احنا نستخدم مواد صديقه للبيئه، لان برضو احنا عارفين ان الفتره الجايه دي لازم نعمل توجه ان كل مكونات البناء تكون صديقه للبيئه عشان الاستدامه البيئيه للمنشات والمباني. وبعدها ابتدينا بقى نخش على حته زراعة الأسطح والبلكونات، وده بقى لأن إحنا مؤمنين بأن موضوع أو مشروع زراعة الأسطح والبلكونات دوت من المشروعات اللي بتغطي الثلاث جوانب أو ثلاث أبعاد الاستدامة. يعني لو اتكلمنا عن البعد البيئي فإن زراعة الأسطح أولاً هي بتخفض لي معدل ثاني أكسيد الكربون واللي هو غازات الدفيئة اللي بتعمل احتباس حراري وبتدخلنا في ضربات شمس وبتأثر على المشينين. لو اتكلمنا على النسبة أو معدل الأكسجين بنحافظ عليه، هنعمل زي ما حضرتك قلت كده بنخفف
اللي هي تساقط اشعه الشمس على الاسطح، وبالتالي هنقلل احمال الحراره على المباني دي واحمال الطاقه، هقلل مستوى الرطوبه، كل الحاجات دي كلها. بالاضافه لحاجه مهمه جدا بقى كمان ما حدش واخد باله منها، الاسطح دايما احنا بنستخدمها كمصريين كمخازن للكراكيب، مخلفات يعني على طول. الكراكيب دي بيخش فيها ايه؟ قوارض، حشرات، طبعا تنقل لي امراض واوبئه. فانا محول اللي بيقولوا عليها الخرابه دي الى مكان زي جنينه او زي نادي صغير او مكان متنفس الولاد يطلعوا يلعبوا فيه، ويبقى فيه مكان فيه تنسيق حضري وهويه بصريه جميله، بالاضافه ان انا هستفيد كمان من الخضروات والفواكه والنباتات الزينه واللي هزرعها دي، فاعتقد ان دي انا حققت الهدف. البعد الاقتصادي عندي ان انا بعمل اكتفاء ذاتي للسيدات من الخضر والفواكه اللي يزرعوها، بالاضافه كمان ان هي بعد فتره هيبقى مش اكتفاء ذاتي بس، ده ممكن تحوله لمصدر دخل ليها وهي قاعده في بيتها، يا دوبك بس بتصحى تزرع الزرع اللي فوق وترويه. البعد الاجتماعي انا بتكلم على ان انا موجهه المبادره للسيدات، فانا بتكلم عن تمكين المراه الريفيه اقتصاديا، فده مش حاجه سهله جدا. احنا من اول ما ابتدينا في حياه كريمه بنشتغل على الملف دايما موجهين انظارنا للمراه الريفيه، المرأة الريفية محتاجة ان احنا نعملها تمكين اقتصادي بشكل كبير طبعاً. الفترة الجاية، فالمشروع دوت مردوده بينعكس على برضه التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية. وفي بعد مهم جدا في البعد المجتمعي، حضرتك يا استاذ يوسف كل الناس هتشارك في موضوع تغيير سطح شكل السطح، هيطلعوا وهيزرعوا، هيشيلوا كراكيب، هيلونوا، هيرسموا وهينسقوا، هنرجع من تاني العلاقات المجتمعية ما بين الناس، الجيران تاني هتطلع تساعد بعض، بقى عندنا مكان هيجمع الاولاد من تاني يقدروا يقعدوا فيه. فالموضوع له ابعاد كثيره جدا في الاخر كلها هتنعكس على جوده حياه الناس اللي موجوده بالقرى دي. صحيح. طب انا عندي سؤال لدكتور ايمان. انا اصلا من الناس اللي بتحب فعلا فكره الزراعه والتكنولوجيات الجديده اللي موجوده والافكار الجديده بتاعتها. لاحظت انه اصبح في اتجاه في العالم للزراعه على الاسطح من غير تربه، زراعه على الميه بس. الهيدروبونيك اللي هي الزراعه المائيه، هي دي معلش انا مش متخصصه، هي الهيدرو ايه يا فندم؟ معلش، الهيدروبونيك هو ده بقى. واظن اللي انا فهمته انه كمان ده مش بيستهلك ميه، عشان الناس ما تفتكرش ده معناه استهلاك ميه، ده الميه بتلف تاني وبتعمل لها اعاده فلتره وتدوير ونفضل طول الوقت بندور. هل احنا يعني عايزين نعمل كده في مرحله ما نشتغل على ده؟ واظن ده كمان هيرفع انتاجيه السطح جدا من الحاجات اللي بتتزرع فيه. ده حقيقي. احنا عندنا بالنسبه للطرق الزراعه اللي بيتم تدريب السيدات عليها عندنا نوعين، اللي هي الزراعه المائيه او هيدروبونيك اللي هي زراعه بدون تربه. طبعا دي زي ما حضرتك قلت كده ان هي فعلا مش بتحتاج ميه كتير، لان هي احنا التكنيكس اللي بتستخدم في الزراعه دي مبنيه على حاجه زي تقنيه اللي هي الاستشعار كده، ان في زي سنسورز كده اول ما المستوى المايه بيقل بيبتدي زي فكره الاوان المستطرقه يبتدي المايه تتنقل من مستوى لمستوى تاني، فيبتدي يحصل زرع او سقي للنبات دوت. حلو. ده فكره اللي هو الهيدروبونيك او الزراعه المائيه. في عندنا بقى زراعه على التربه دي، وسواء بقى كانت عضويه او غير عضويه، وفي انواع كتيرة قوي. احنا بالنسبه لنا لما بنبتدي نتكلم معاهم كسيدات ريفيات، هم واخدين على التربه، على الريف، على الارض. احنا توجهنا البدايه معاهم، احنا عندنا نوعين، طب انتوا حابين ايه؟ يعني احنا لما بنتكلم دايما بلاقيهم هم اقرب لموضوع الزراعه بالتربه، هم واخدين فعلا على يزرعوا في الارض بالتربه، فلو توجههم كده تمام احنا بنشتغل معاهم كده. لو حد حابب يغير او يشتغل على الزراعه الجديده او اللي هي الهيدروبونيك دي، احنا معاه برضه ان احنا بندربه عليه. طب سواء ده او ده الاثنين متاحين عندنا. انا اعتقد اللي فعلا بقى شغالين عليه فعلا دلوقتي ان احنا بنحاول ندور على مواد، سواء بقى اللي هي تربه للزراعه او مواد بيتم جواها الزراعه تكون بمكونات اقتصاديه غير مكلفه زي الفخاريات والحاجات دي، وارخص كمان، بحيث ان انا لما اجي اتكلم على دراسه جدوى المشروع واتكلم مع السيدات ان انت تقدري بمنتهى البساطه تعمليها على سطح بيتك، اكون بكلمها في تكلفه منطقيه. طبعا يعني ما ده بقى يعني ما اقولهاش ارقام هي تبقى شايفه انها قدامها، انا عمليا بصرف فلوس مش بوفر فلوس، عشان ما اعجزهاش. لان انا لما اروح اقول لواحد ده المشروع ده عشان ابتديه انت محتاج بالظبط مثلا 7 8 10000 جنيه، انا كده بعجزه، لان انا رايح لحد في قرى المفروض ان هي يعني مستوى الفقر فيها يعني عالي جدا، فانا لازم اكون منطقي معاه في الحوار اللي موجه ليه. طبعا. دي بتبقى تكلفتها تقريبا قد ايه؟
احنا لو اتكلمنا على التكلفه المبدئيه ل 400 شتله او قصرية زرع تقريبا كتربه وكاثار زرع حوالي يعني بنتكلم في 2000 وشويه، ولو حسبنا كمان الشتلات مع السماد العضوي مع كله هيخش لنا في 2000 وشويه. بس لو حسبنا بقى البروفيت او اللي هيجي له منها ال 400 قصريه دول تقريبا يطلعوا لي حوالي 12 ل 13000 جنيه. فلو خصمنا منهم فلو هو صارف 5000 احنا طبعا بس لا مش هنحذف بقى 8000 دي بقى، لان انا عندي تكلفه القصريات دي ثابته والتربه دي ثابته دي ماشيه معايا طول المشروع. المتغير عندي الشتلات مع الاسمده العضويه. فاحنا لو حذفنا دي من ال 12000 او 13000 هلاقي ان المشروع ده ممكن بمنتهى البساطه يطلع لي من 9 ل 10000 جنيه سنويا. هي الدوره الاقتصاديه بتاعتها انها تبقى اول سنه هيطلع لك بالزبط. تقريبا حوالي 7، لكن من ثاني سنه تبدا تخش في مرحله 10 او 9 يعني الى اخره. بالظبط كده، ودي ارقام اعتقد مش قليله بالنسبه ان واحد ما بيعملش حاجه اكتر من انه بيراعي شويه نباتات. احنا في ناس اصلا عندهم شغف وهوايه ان هو يزرع بلكونته بنباتات زينه، احنا لو حولناه كمان انه بدل ما يزرع نبات زينه جنبيه يزرع بعض الاعشاب روزماري والحاجات دي ويبيع. طب ما هو انا كده كده بحب الزراعه، ما انا هكمل في حاجات ممكن اطلع منها ربح، او ان انا ازرع مثلا خضروات او فواكه واستخدمها في البيت. فالفكره ان الموضوع كله يعني بسيط وتكلفته يعني مش كبيره جدا بالنسبه لمشروعات تانية، ودخله وبرده يعتبر معقول جدا. انا غالبا هاجي احضر معاكم محاضره واعمل كده في بيتنا. حضرتك تشرفنا والله، بتكلم جد والله، واعمل كده في بيتنا. والله وادعو الجيران والاصدقاء نعمل السطح. لا والله حضرتك تشرفنا، وانا عايز اقول لحضرتك كمان ان انا مع حضرتك جدا في موضوع ان برده حتى السر اللي هي ال 5000 و 4000 مش مبلغ سهل على حد في قريه. طبعا احنا رايحين له بهدف تمكين اقتصادي، فلازم اديله حاجه اقتصاديه في تكلفتها ويبقى عائدها معقول بالنسبه له. وهنا بقى جه دور الشركات بالتعاون. حلو. بدانا ان احنا نعمل شركات، وان احنا نبتدي نوجه الدعوه لمثلا منظمات المجتمع الميداني الموجوده عندنا. يعني مثلا احنا جمعيه الاورمان كان ليها باع قبل كده في زراعه القصر، فاحنا حاولنا نتواصل معاها علشان يجوا يساعدونا. وزاره طبعا جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه طبعا كجهه مانحه للخروج، وزاره التضامن وجاري لغايه التواصل مع باقي الوزارات وجهات المنحه والقروض، لان احنا يعني حابين ويعني من ضمن اهدافنا ان بعد فتره يتحول لمشروعات هادفه للربح. يعني مش بس على قد ان هو بيعمل هويه بصريه وبيعمل متنفس وانه هو بيغير الطابع البصري لسطحي ويحوله، لا ده احنا حابين كمان ان السيدات في الريف يبقى عندهم من سطحهم المهمل ده مشروع يعملهم تمكين اقتصادي واكتفاء ذاتي ومصدر دخل وهم قاعدين في بيتهم من غير ما يخرجوا ولا يحصل اي حاجه. صحيح. عشان كده المرحله الثالثه، يعني احنا عندنا المشروع على 3 مراحل. الحاله الاولانيه عشان يبقى الموضوع متكامل. أيوة. بيتم فيه توعيه، بنوعي بكل حاجه بقى، لازم يبقى عنده نوليدج او معرفه كامله عن كل حاجه خاصه بالمشروع وخاصه عن تداعيات تغيرات المناخ. ما هو انا برضو لازم اتعامل او افهم نوع او عقليه الناس اللي انا موجهه لها رساله. انا رايحه لسيده في قريه يجوز ما عندهاش خلفيه يعني اصلا ايه تغيرات المناخ، وانا مالي ومال تغيرات المناخ. فكانت بدايه الموضوع هو التغيير السلوكي والمعرفي للناس. ما هو انا مش هينفع ابدا غير ما اغير لهم، اعمل لهم مايند سيت، اغير لهم الفكر بتاعهم. المرحله الثانيه كانت التدريب العملي اللي احنا يعني بصدد اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، نبتدي ندربه معانا. المرحله الثالثه بقى ان انا ابتدي لو ان منهم حابب ويكمل يبقى مشروع، ابتدي بقى ابدا له جزء اداره المشروعات واعلمه ازاي تقدم على مشروع وتاخد اللي هو من الجهات المانحه قروض تبني بيها مشروعك وتخلي ده مشروع كبير. بعد ما ابتديت مثلا ب 10 او 20 قصريه جابوا لك شويه طماطم كذا وشويه خضار كذا، لا احنا نبتدي بقى ب 1000 او 2000 ويبقى مصدر دخل ليك وتكمل ويبقى الموضوع بالنسبه له مشروع ربحي. صحيح، ده فكرة أكتر من عظيمة، وأظن كلنا يعني ندعمكم الدعم المطلق. شوفوا عايزين مننا إيه وإحنا نساعد بأي شكل من الأشكال، إيدينا في إيدين بعض. أشكرك جدا يا دكتور إيمان، كل الشكر لدكتور إيمان أبو الفضل مدير مكتب القوافل التنموية ومنسق مبادرة حياة كريمة بالجامعة. واخدين بالكم من الفكر؟ المخ، المعنى إيه بقى؟ شوف المعنى، المعنى
احنا مش بنعمل حياة كريمة وخلاص، بيوت، طرق، مية، صرف، كهرباء، حتى في شكل التمكين الاقتصادي بنفكر في حاجات جديدة وحاجات مختلفة وحاجات تبقى أقرب إلى مجتمعاتنا في الأرياف.